شوفوا مزيان سيادنا. جزيرة بيتس. ها الحدود ديالنا هو هاد الشريط الازرق. شوف منين واخدينا، هادي بلادنا، هادي ارضنا اللي حنا فيها دابا واقفين. الوغ هاد الحبل الازرق من بعدو مبقاش ديالنا. بلاتي واحد دقيقة باش نعرفو هاد الجزيرة كيفاش هي دايرة. هي واحد الجزيرة جميلة جدا، وهادو العسكر، هذا هو اللي مراقبنا حاليا، راه هو واقف ليه انتي دي ديباسي هاد البلاصة هادي. ما يتصدع دابا حيت شي شباب خوتنا بقى فيهم الحال وجاو دخلوا وداروا ضايات هنايا في هاد البلاصة هادي، ولكن المسؤولين ديالنا ما دواوش. واش حنا ما عندناش رجال ولا كيفاش؟ ها؟ ولا حيت الشفارة عندنا في البلاد؟